من من عشاقي الكرة والمنتخب الوطني لا يحلم بمشاهدة أمم إفريقيا عن قرب ومن المدرجات. تنظيم أكبر منافسة كروية في القارة الإفريقية حافز لدى الكثير من أنصار الخضر للتنقل إلى القاهرة ومؤازرة الأفناك. محمد أحد المناصرين الأوفياء الذين غادروا أرض الوطن لتشجيع رفقاء محرز. البداية كانت من هذه الوكالة السياحية أين استفسر تفاصيل وتخفيضات السفرية نحو أم الدنيا لحضور الكان. المرحلة الثانية كانت من بهو مطار الدولي هواري بومدين، أين وقفنا على مغادرة محمد وبعض من أنصار الخضر الذين صنعوا أجواء استثنائية قبل مغادرتهم أرض الوطن. الطاب الاخرانيه دونك راني رايح نمشي كورتي ليكيب ناسيونال، نركب في الطياره ونقول لكم باي باي ولا بروشان فلان. انا كاريح حتى كارت دو فينا، حنا نتمنوا حتى لا فينا ان شاء الله، وانا رايح كبير وحنا 1-2-3 في ميراجيري وحنا دائما معاهم ان شاء الله، وان شاء الله على الاقل نديروا دوزيام تيتر على باش شويه امبوسيبل صعب فيها خير ان شاء الله. انا رايحين نشجعوهم ورانا معاهم وان شاء الله النجمة الثانية إن شاء الله جينا من مصر. كما التقينا ببعض الإعلاميين الرياضيين الذين كانوا يتأهبون للسفر إلى مصر لتغطية فعاليات كأس أمم إفريقيا، متمنين التوفيق لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي. أعتقد أن الحضور الإعلامي سيكون قوي طبعا لتغطية مجريات وكواليس وحيثيات مباريات كأس إفريقيا بمصر. زيد على ذلك سنتابع آخر المستجدات المتعلقة طبعا بالمنتخب الوطني حتى نصل بالرسالة للجمهور الذي سيكون متشوق لمعرفة جديد المنتخب الوطني. الفرحة كبيرة بالنسبة لنا كإعلاميين. لماذا؟ أنا عرفت يعني منافسات كأس إفريقيا، غطيت يعني كثير من المنافسات، ولكن تقريبا نقول هذه المنافسة والمنافسة اللي مرت فيها الجديد هو يكمن في التغطية الكاملة والشاملة. لماذا؟ لأنه كانت قناة واحدة، اليوم فيه قنوات كثيرة. محمد وبقية مشجعي الخضر غادروا الجزائر نحو العاصمة المصرية، وكلهم تفاؤل بتحقيق المحاربين دورة مشرفة في أكبر تظاهرات رياضية في القارة السمراء، ولما لا التتويج للمرة الثانية بعد إنجاز 1990.